أنا عايش بحيفا من أول يوم الحرب لسه من على الأخبار. وحاسس إنه مش مهم شو أنا حاسس، يعني على الآخر مش مهم شو أنا حاسس، يعني أنا يعني كل قلبي هناك، كل قلبي إنه توقف الحرب لسه، وإنه الجرحى يتعالجوا زي ما لازم، إنه يكون في مي وكهرباء وأكل وكل الحاجات الحاجيات اللي الناس بحاجة إلها، إنه الشهداء ينقبروا يندفنوا بطريقة طريقة كريمة، إنه الحصار يوقف، إنه الحدود تفتح، إنه اللاجئين يرجعوا، إنه فلسطين تتنفس حرية، إنه كلنا نعيش حياة طبيعية، إنه الأطفالنا بيستاهلوا إنه يعيشوا حياة طبيعية زي كل الناس في العالم، إنه ابني مش أقل من أي ولد بالعالم، وابن أي أب في غزة مش أقل من أي ابن في العالم، وإنه هدول الأطفال وهذا مستقبلنا، وإنه بدنا مستقبلنا يكون حلو ومشرق. شو الواحد عم بطلب؟ وبتمنى إنه على الأقل من زملائي الفنانين في العالم إنه يحكوا، إنه يحسوا معنا، إنه يقوموا يوقفوا يقولوا كلمة.